حول الموضوع عندما لنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من بغداد الأستاذ داود السعدي الخبير الأمني والعسكري. سيد داود مساء الخير، أهلا بك معنا. القوات العراقية إذن تنتزع مناطق جديدة في الجانب الأيمن من الموصل، التقدم مستمر، فما آخر المعلومات التي لديك عن العمليات العسكرية على الأرض وعن تقدم القوات العراقية؟ نعم، حقيقة اليوم تم تحرير حي المعامل وحي 30 من تموز. تأتي هذه العملية بعد يوم من تحرير الحي الصناعي، وهو يعتبر من أهم الأحياء حيث كان يضم معامل لتفخيخ السيارات وكذلك معامل لإنتاج العبوات الناسفة، إضافة إلى عمليات إنتاج الأحزمة الناسفة التي كان يستخدمها التنظيم ضد القوات العراقية وضد المدنيين من هذا الحي. هذه العمليات تسير بشكل يعني حسب ما مخطط له. بعد عملية توقف استمرت ليومين خلال الأسبوع الماضي لإعادة الهيكلة، إضافة إلى الظروف الجوية التي مرت بها المنطقة في أيمن الموصل. اليوم القوات العراقية، قوات مكافحة الإرهاب وقوات النخبة، تتجه نحو أحياء جديدة باتجاه جامع النوري، وبالتالي عملية الاقتراب من هذه المنطقة التي تضم جامع النوري تمثل النقطة الاستراتيجية والعمق السوقي لتنظيم داعش، وبالتالي عملية تحرير هذه المناطق والوصول إلى هذا الجامع تمثل الضربة الرئيسية لهذا التنظيم. التنظيم بدأ يتقهقر بشكل كبير، اليوم هو يعتمد على عدد قليل من مقاتليه في منطقة بدأ يسميها بمنطقة الثبات. هذه تسمية ربما يحاول من خلال التنظيم كسب الدعم المعنوي لبعض مقاتليه الذين لا يزالون في هذه المنطقة والذين لا يستطيعون الهرب، محاولين استخدام بعض المدنيين كدروع بشرية كما ذكرتم في التقرير. فهو اليوم يحاول منع المواطنين من الخروج من هذه المناطق باتجاه القوات الأمنية، خاصة بعد معرفته الدقيقة بأن أغلب المناطق الأخرى من أيمن الموصل بدأت بالنزوح، وخاصة المناطق المحررة بدأت بالنزوح إلى القوات الأمنية، وبالتالي نقلهم إلى المناطق الآمنة سواء في مخيمات النزوح في كردستان أو في الجانب طيب الأيسر أستاذ داود، لوضعهم بالحديث مؤقتا عن في هذه هذا الجانب المنطقة، والمخيمات التي وضعت نعم أستاذ وإعادتهم داود مرة إذا أخرى. سمحت لي نظرا لضيق الوقت، هناك محاور عديدة نريد أن نتطرق لها معك. بالحديث عن هذه المنطقة، منطقة الثبات التي ذكرتها والتي ذكرناها قبل قليل في التقرير، وهي الحي 17 من تموز، يعني أهمية هذا الحي، عليه السلام. نعم، التقرير قال بأنه هو نقطة ربما تحول أو عبور إلى مناطق أخرى، لو تشرح لنا ذلك كيف؟ نعم، هذا الحي هو يمثل الغطاء أو الإطار الخارجي للمنطقة التي تضم المنطقة القديمة. تحديدا هذه المنطقة تختلف من ناحية التضاريس والبناء والبنى التحتية عن المناطق الأخرى التي تم تحريرها في الجانب الأيمن. هذه المنطقة لا يمكن فيها استخدام المدرعات، لا يمكن فيها استخدام السيارات المصفحة، يتم التعامل في هذه المنطقة على أساس حرب الشوارع، وبذلك يراهن التنظيم على القناصة أولا ويراهن على الانتحاريين بالدرجة الثانية، وبذلك هو يحاول كسب الأعداد القليلة المتبقية لديه من الانتحاريين في هذه المنطقة. هو يحاول معنويا أن يدعم مقاتليه الذين لا يزالون في هذه المنطقة لاستخدامهم كقناصة أو انتحاريين، وبالتالي عملية الدخول إلى حي 17 من تموز هي تمثل الطريق إلى المنطقة القديمة المحيطة بجامع النوري. وجامع النوري الجميع يعرف بأنه يمثل شيئا معنويا لمقاتلي التنظيم، يعني بشكل عام كما تعلمون، لأنه الخطبة الأولى التي ألقيت بعد احتلال نعم الموصل وما شابه ذلك، ووجود زعيم التنظيم في وقت سابق في هذا الجامع، بالتأكيد هو يمثل شيء معنوي، يعني هي محاولة إعلامية أو هي محاولات دعم معنوي يحاول التنظيم من خلال كسب الوقت، خاصة وهم يعلمون بأنه لا توجد ممرات آمنة لهم للخروج من الأحياء القديمة ومحيط جامع النوري، وبالتالي هم سيقتلون في هذا الجامع إن لم يقوموا بالاستسلام. نعم والكل يعلم بأن القوات الأمنية هي قادرة، يعني خاصة من خلال ما شاهدناه خلال الشهرين الماضي أو حتى خلال بدء عمل ساعة الصفر لتحرير الجانب الأيمن، يعني لاحظنا برغم أنه التوقعات كانت تشير إلى صعوبة العمليات في الجانب الأيمن لكنها تسير بسلاسة وحسب ما نعم مخطط أستاذ لها داود، برغم وجود المدنيين والدروع البشرية التي استخدمها التنظيم.
طيب لكن أنا أعتقد بأن الفترة ليست طويلة أها لعملية تحرير هذا طيب في الحي، هذه وبالتالي النقطة إذا الدخول سمحت لي في سيد المنطقة داود، القديمة، وهي المنطقة التي ستحتاج إلى كما قلت استراتيجية لك قبل جديدة. قليل هناك محاور أخرى أريد أن أتطرق لها معك، نقطة أخيرة فقط. عندما نتحدث بأنه العمليات على الأرض على مختلف المحاور هناك تقدم كبير للقوات العراقية، محاصرة أفراد داعش في بضع بعض الأحياء، يعني على كم خريطة مثلا، كيف تشرح لنا أنه المناطق التي لا تزال تحت احتلال داعش والمناطق المحررة أو حتى بالنسب كيف هي الآن في الجانب الأيمن للموصل؟ يعني حقيقة من الناحية الاستراتيجية والسوقية هناك أكثر من 80% من الجانب الأيمن من مدينة الموصل تم تحريره. المناطق الموجودة حاليا هي من شمال غرب المدينة باتجاه جامع نوري، وهي المنطقة التي تسيطر عليها قوات مكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، وهي قوات النخبة. وهناك أيضا محور آخر بالاتجاه الغربي لهذه المدينة، أيضا باتجاه جامع نوري وأحياء 17 من تموز، وهي أيضا قوات نخبة من الشرطة الاتحادية تسيطر عليها. وبالتالي هي قطعت الطرق بشكل كامل، وضعت مصدات لمواجهة السيارات المفخخة أو بالأحرى الانتحاريين، لأنه كما قلت لا يمكن استخدام سيارات مفخخة في هذه المناطق لأنها مناطق قديمة والبنى التحتية فيها تختلف. وبالتالي لم نعم يبقى إلا قلب مدينة الموصل، قلب الجانب الأيمن من مدينة الموصل، إضافة إلى المناطق الأخرى في باتجاه مدينة تل أحفر، وهي يعني من الناحية السوقية جميع هذه المناطق محاصرة ولا تضم إلا عناصر قليلة من تنظيم داعش، وهم يعتمدون كما قلت سابقا على موضوع الانتحاريين والقناصة. لكن بالمجمل أكثر من 80% اليوم من الجانب الأيمن محرر يعني، نعم وحقيقة يعني إمكانية حتى عودة بعض من هجروا أو نزحوا من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر يعني يبدو أنها مسألة أيام لإعادتهم كما حصل في الجانب الأيسر. شكرا يعني لا لك. توجد مخاوف، نعم النقطة الرئيسية اليوم هي تحرير طيب حي 17 تموز يعني بالدرجة أشكرك الأولى ومن جزيلا، ثم جامع النوري. شكرا لك سيد داود السعدي الخبير الأمني والعسكري، كنت معنا بالرقم الصناعي مباشرة من بغداد.